谢谢主持人，我是中国教育电视台记者，我的问题提给杨振斌委员。马上就到毕业季了，但是受疫情的影响啊，今年很多大学毕业生都表示就业压力山大。所以想请问您，在这种特殊的情况下，您认为就业问题该如何解决？我们常说呢，毕业要找个好工作，那么到底什么样的工作才是好工作呢？谢谢。作为学校的老师呢，我参加了学生的学生的学生的学生的学生的学生的学生的学生的أهتم بتقدم وتنمية الطلاب الجامعيين، وفي هذا العام في الحقيقة واجهنا صعوبات توظيف بسبب الفيروس، ولكن في هذه الوقت الحرج شهدنا جهود مبذولة من قبل الدولة والمجتمع بأكمله، ونجد كثير من الإجراءات داعمة لتوظيف الخريجين الجامعيين، ومن جامعتنا وجامعة الصناعة هوبي قمنا بتوظيف عبر الإنترنت. يجب أن أقول إنه تقييم القف وفقا لمساهمته للمجتمع، وطالما يقدم مساهمة كبيرة فيعتبر قف كبير، خاصة في المناصب الحاسمة التي تحتاج إليها الدولة. وفي أثناء فترة الوباء مجموعة من المتطوعين الشباب يكافحون في جبهة الأمامية لمكافحة الوباء لنصرح أبصارنا في إلى آفاق أوسع، فسنجد مكان أوسع لتقديم المساهمة للمجتمع. توجد طالبنا يعمل في الريف لمساعدة الفقراء ومساعدتهم على بيع منتجات زراعية عبر الإنترنت. ورأيت أن بعض طلابنا يختاروا المناصب التي تحتاج إليها الدولة بشكل ملح، والآن يشهد اقتصادنا انتعاش، فانتهز هذه الفرصة لتوجيه الدعوة إلى شركات والمؤسسات لوضع احتياطية الأقفاء في مسبقا لمواجهة التحديات المقدمة القادمة. الطلاب الذين يدخلون إلى شركات ومؤسسات في الوقت الحالي سيلعب دور أكبر في المستقبل. على أي حال سينتهي الوباء، وأعتقد أن شباب الجيل الحالي من الشباب الصينيين يقتربون من حلم الصيني المتمثل في نهضة العظيم للأمة الصينية، فيمكنهم أن يقدموا مساهمة أكبر. شكرا. 我是农民日报全媒体记者，我想问答题的委员。最近召集见阿图利尔村，也就是大家关注的悬崖村，84户贫困户告别了悬崖卡梯，翻进了旧城新居。有人说这是啃下了梁山最难啃的硬骨头。请问今年的梁山能够脱贫，目标的信心和力量来自于哪里呢？أين جاءت قوة لتتخلص هذه المناطق من الفقر؟ وشكرا لسؤالك. أتفق معك تماما على ما قاله قبل قليل، إن منطقة ليانشان هو فقيرة شديدة الفقر، وليس لديها مواصلات للخارج، والبيئة السيئة تعتبر عائقا كبيرا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وإن التخلص من الفقر هو حلم مشترك لدى أبناء المنطقة. وسؤالك
أريد أن أجيب الثلاثة جمل. الكفاح للكوادر لأعمال مكافحة الفقر، وخلال 5 سنوات الماضية أصاب 150 كادر من بالجروح خلال عملية مكافحة الوباء، وعدد منها قد توفي بسبب أعمال مكافحة الوباء، وهم أصبحوا عماد الجماهير الشعب. والجملة الثانية: إنارة واحدة تضيء المساحة الكبيرة. وهناك شيخ حفيدتها وعمرها 6 سنوات، لا يوجد أي مصباح في الماضي، ولكن الآن هناك مصباح والنور يأتي لهم الأمل والقوة للتقدم. وخطوة عبر آلاف السنين، والآن نتقدم نحو حياة رغيدة، لأن قوميتنا يعني قفزت مباشرة من العصر البدائي إلى العصر الحديث، لأن السعادة تأتي من الكفاح والانتصار في عملية التخلص من الفقر، ويعتمد على الكفاح الحقيقي والأعمال الحقيقية. وهناك نظمنا يعني كثير من الكوادر للخوض في هذه الأعمال والمعركة، ونشكر الحزب الشيوعي الصيني، وهذا القول أتى من قلوب قوميتي. وأريد أن أختتم بقول قومية شكرا للحكومة، الحزب والحكومة، وشكرا للجميع.